مشاهدينا لأشواق تي في، أهلا ومرحبا بكم. اليوم كنتواجد معكم من أمام المحكمة بمدينة الدار البيضاء. كما كتعرفوا الملف ديال التهامي البناني يعني خلق واحد الضجة في الشارع المغربي. اليوم غادي نحاولوا أننا نكتشفوا معكم المستجدات ديال هذا الملف على لسان حقوقية اللي غادي نحاولوا ناخذوا معها. السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا، شكرا لكم على الحضور وعلى مواكبة ملف تهامي بناني. اليوم بغينا نعرفوا المستجدات ديال هذا الملف. كما كتعرفي أن المغاربة كاملين كيحاولوا أنهم يسولوا على شنو واقع واش كاين. اولا نعطيك الصفه ديالي سيده ليلى العماني، مستشاره قانونيه مؤازره السيده حياه العالمي في هذا الملف. اللي كاين الجديد في هذا الملف هو اننا اليوم جينا المحكمه باش نشوفوا نحضروا الجلسه ونشوفوا شنو غيقول السيد الرئيس المحترم ديال الهيئه. فاذا به كيأجل لينا ل 30/3، وحنا كنا كنتظروا هذا التاجيل على ود حنا حاطين واحد الملتمسات وبغينا باش عاد الاطراف الاخرين يتبلغوا بهم وتوصلوا بهم. فكانت خص ضروري انه يعطينا هذا المهله باش هما يتعرفوا على هذا الشيء. اللي جديد اليوم هو اننا ملي جينا نديروا واحد الوقفه مسانده وتضامنا مع السيده حياه العالمي، فاذا به كتفاجئوا بواحد السيده كتغوت وكتقول لنا ما عندكمش الحق انكم تديروا صور ديال المتهمين في الشارع وتشهروا بهم. هذه السيده ما كتعرفش القانون وتهجمت علينا، ما عطاتناش الصفه ديالها. هي كتقول حقوقيه ولكن انا ما كنظنش انها عندها واحد المستوى ثقافي عالي ولا عندها واحد الشواهد اللي كتخول لها ان الحق تهضر، لان هي عرفت انني انا اللي كنباشر هذه العمليه. فاذا به بدات كتغوت وهذه على اساس انه راه كتشهروا بالمتهمين باش هي تضل العداله وباش تلفق لينا تهمه التشهير بالمتهمين. نحن لا نشهر بالمتهمين، حنا جبنا لائحه واضحه فيها صور خديتيهم الضحايا اللي كاينين هنايا، كاين فيها تهامي بناني، كاين عبد القادر الحيرش بالحضور ديال الوالده ديالو، كاين ايوب الديب ديش بالحضور ديال الوالده ديالو، وكاين سعد بناني الطفل القاصر اللي تعرض لواحد الاعتداء خطير في وسط المدرسه واللي هو فرنسي الجنسيه. وحنا جينا كنددوا بهاد المسائل هذه باش يوقع واحد الحد باش ما تنشرش هاد الظاهره ديال هاد الاختفاءات وهاد كان غادي نبقى مسانده السيده حياه العالمي الى ان تحصل على الحق ديالها. واتحدى ايا كان انني درت دابا لحد الان اخطاء قانونيه ومن ضمنها هذه اللافته. هذه ليست خطا، هذه بمسانده جمعيه حقوقيه ديال الدار البيضاء ومن حقنا، والشارع راه عام وعنده المسؤولين عليه اللي هما اللي خصهم يتوجهوا لنا الانذار او اللي يديروا لنا محاضر او اللي يتابعونا، ماشي شخص عادي دايز في الشارع. خصوصا ان هذه السيده كانت في الاول ازرتنا وبدات كتهضر على المخدرات باش توهم بان تهامي بناني كان يتناول المخدرات. تهامي بناني اصلا متميز ونجح باش مشى المدرسه ديال الهندسه الكهربائيه ولم يكن يتعاطى المخدرات، وباش انت يمكن لك تبقى تهضر على واحد حيت في الغيبه ديالو غتبقى تقول عليه اللي بغيتي. راه لينا باش نديروا له لي زاناليز والخبره باش ديك الساعه حنا نقولوا لك شحال فيه ديال المخدرات، ماشي ادعاءات كاذبه. في نظركم استاذه شنو السبب اللي كي يعني وراء تعرضكم لهذه الضغوطات؟ هذا ماشي تعرض الضغوطات، احنا لا نهتم بهذه التفاهات، نحن نستمر في مسيرتنا بقوه وعزم ولا نخشى احدا. نحن ملي خرجنا لهذا الميدان وخرجنا لهذا ناظروا الناس اللي مظلومين وشي كنعرفوا راسنا اننا غادي نتواجهوا مع عده جهات، لكن حنايا ما كنديوهاش فيهم لحقاش غنتابعوا في الملفات ديالنا. واللي ما كانش عجبو شي حاجه راه هي المحكمه باقين واقفين فيها. انتم حاليا كتوعدوا انكم مازال غادي تواصلوا؟ مازال غاديين، وحنا عارفين انهم غيحاربونا بواحد بواحد، وحنا المحكمه امام الجميع ومفتوحه امام الجميع. كلمتكم الاخيره للناس اللي كيحاربوا؟ لا، حنا الكلمه ديالنا الناس اللي كيساندونا، اما اللي كيحاربونا لا نعتدوا بهم. انا قبل ما نقول للمستجدات قبل ما نقول حتى شي حاجه في هذا الملف خاصني اولا كنرفع التعازي الحاره للهيئه ديال الدفاع وديال العداله بمناسبه الموت ديال الاستاذ نقيبنا واستاذنا الاستاذ بوعشرين. كنقدم التعازي للعائله الصغيره والهيئه المحاماه على الصعيد المغربي كعلى الصعيد العربي لانه هو الامين العام ديال المحامون العرب.
كنعزي من هذا المنبر، وكان الله يرحمه الله يوسع عليه، لان خلى الاطراس ديالو صحيحه في الحياه، لان خلى واحد بصمه كبيره، لان كان محامي نازي، كان محامي متخلق، كان مربي باشوش يساعد كبير وصغير، واحد كفاءه مهنيه اللي من اطالي الله من عنده، واحد الموهبه مهنه المحاماه تعلمنا منه بزاف، تعلمنا جميع المحامون بزاف، اللي انساني اللي في جميع حنا تاثرنا في حقيقه، انا تاثر شخصيا بعد واحد تاثير خطير جدا، لان فقدنا واحد المعلمه ديال القانون اللي كانت مسطره مرجعيه، الله يرحمه ويوسع عليه ويدخله جنات النعيم يا ربي امين. نرجعوا للملف ديال التهامي البناني، يعني الناس غادي يبغيو يسولوا شنو وقع وشنو المستجد ديال هذا؟ بالنسبه للملف ديال التهامي البناني تاخر الجلسه ديال 30/3، بالنسبه للرشداء وبالنسبه للقاصر حنا خاصه نتزامن مع القاصر مع الرشداء، ونفس الملتبس اللي تم تسكيه في المتابعه من القتل العمد الاختفاء والاحتجاز الى يومنا هذا. حنا في هذا الملف الحمد لله خدم مجرى الطبيعي، وتم استدعاء بعض الاطراف، وتلبى لنا القاضي مشكورا والهيئه مشكوره النداء ديالنا، وتم استدعاء جميع الاطراف المعنيين بالامر. وحنا مع من بعد غنطلبوا الخبر على الهواتف، لان القصد ديالنا حنا ماشي غنورطوا شي واحد، لان ذوك الدراري حنا كيبانوا لنا ابرياء، كيبان لنا بعد ذوك الدراري ابرياء، ما خاصناش ما نجوش نتابعهم بالقتل العمد، القتل العمد هكا، حنا بغينا نوصلوا لكل شيء الاطراف اللي كانوا وكل شيء الهواتف باش ما نظلموش هذوك الدراري، حنا بالعكس تندافعوا لهم حتى على البراءه ديالهم هما، حيت حنا تحقيق العداله، حنا ماشي خاص كل شيء يجي باش الدراري يتبرؤوا، ما يمكنش يبقاو موجودين تما باش نسربوا المحاكمه، حنا ماشي كندافعوا على المغاربه كاملين، عندنا بحال بحال، حنا الغرض هو تحقيق العداله. صافي وان شاء الله غتحقق العداله وغتمشي في المجرى الطبيعي، واللي عنده شي حق غادي ياخذه واللي ما عندوش بغا ياخذوش. القضيه ديال الجثه اللي تم التشريح ديالها، يعني شنو المصير ديالها؟ الجثه اللي تم التشريح ديالها لقينا مراه المصير ديالها كان ذاك القبر 440 فيه اربعه جثه، خمسه جثه في القرار ديال القاضي الموضوع اللي عطانا هذيك التمهيدي، وحنا جبنا جثه وحده والحمد لله خرجت ماشي هو. وهذا الشيء ما غينفعنا باش نديروا الخبره الهواتف، لان الغرض الاساسي هو ما يمكنش نضلوا حنا شي واحد كيف ما كنوعوا، الغرض الحقيقي راه ذوك الاشخاص اللي هما معتقلين راه ما يسحبوش باننا حنا ضدهم ولا ضد شي واحد، حنا راه الله اللي غايبين، حنا الغرض منا نحميو الجميع، ما كانوش دايرين لا شادينهم، علاش مساكن عامين ونص موجودين؟ هذا هو الغرض منا حنا، لان حنا قاضي تحقيق تابعوا القتل العمد، حنا لا حنا ما تابعينوش قتل، حنا النظريه ديالنا ربما باقي حي، ربما لاننا حنا ما تابعينوش الاختفاء والاحتجاز. نسولك عليه هو واش حنا غنمشيو دابا في الاتجاه ديال الاختفاء ولا القتل؟ لا حنا غنمشيو في الاختفاء والاحتجاز، لان عندنا ما يفيد، وما يمكنش نظلموا ذوك الدراري، خاصنا نديروا خبره على الهواتف باش تبين لنا بانهم ما كاين حتى شي حاجه، راه غيحكم عليهم القاضي بالبراءه، هذا الشيء اللي كاين. المطلب الاول والاخير استاذه. المطلب الاول والاخير هي حنا راه بانت لي بان الملف غادي مزيان وغادي نديروا كل شيء، راه ماشي كندافعوا على الضحيه ديالنا بوحده، كندافعوا حتى عليهم هما، لان تحقيق العداله، حنا باغيين تحقيق العداله، ما باغيين والو. نتمنوا ان شاء الله، وشكرا لك استاذه على الوقت ديالك. الى هنا اخواني، ما علي الا ان استودعكم الله، كان معكم حمزه اغنيم مبعوث قناه اشواق تي في، خلف الكاميرا اشرف عوينه، تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.